بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. Today إن شاء الله we'll start the lecture of intercostal muscle and abdominal muscle, either anterior or posterior abdominal wall. Okay. اختاروا بقى، انت تحبوا نشرح الاول على الابلكيشن نفهم الاتاتشمنت، ولا نشرح النظري ونختم بالابلكيشن زي كل مره؟ شوف عشان الديمقراطيه، تحبوا نشرح المحاضره الاول ككلام ومحاضره وكده، ولا نختم بالابلكيشن اولا؟ اوكي طب تمام، ماشي ماشي تمام. طيب احنا عندنا محاضره بعدي اكيد على طول، ماشي نبتدي نظر الاول، ماشي زي ما بتحب. طيب احنا دلوقتي خلصنا الماسلز بتاعت الهيد والنك والنيرف سبلاي والقصه بتاعتها، خلاص فاضل لنا ايه؟ الجزء في البادي اللي احنا ما درسناهوش كله في سنه تانية، الابدومين والثوركس اللي هي الماسكولار وول بتاعتها. تمام، ولا فاكرين احنا خدنا في العمل ايه؟ خدنا في العمل الريبس، وخدنا الفرتبرا، ماشي الكلام، وخدنا الاسترنم. تعالوا بقى نشوف ايه الموصل. انا دلوقتي لو انا جيت بقى وانا بشرح وشلت وهفتح على الحته بتاعت الثوركس، فهشيل السكن وهشيل السبكوتينيوس فاشيا. تمام، كنا بنلاقي قدامنا بره ايه الموصل اللي هي بتاعت البكتوراليس ميجور بكتوراليس ماينور وحته من السيريتس انتيريور. تمام، الكلام ده احنا خدناه مع ايه؟ مع النورمال، مع الجزء بتاع الابر ليمب، لان كانت الماسلز دي اتاتشد للثوركس واتاتشد لايه؟ للابر ليمب، كانت اتاتشد للبونز بتاعت الابر ليمب. تمام؟ طيب بعد كده لو فتحنا بقى الثوراسيك ماسل وول نفسه، الثوراسيك وول، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان في ماسل ان بتوين الريبس، ان بتوين الريبس، بين الضلوع دي السبيس الفراغ اللي بينهم دوت متغطي بمصل. بيتهيالك ان المصل دي سان لاير كده منه او سنجل لاير، لا دي هي متقسمه لبيزيكالي 3 لاير اوف مصل. تمام، يبقى اديني اهو شلت الاسكان، بعد كده اهوت في السبكوتينيوس تيشو. تمام، اجي الاقي اول لاير من المصل، اول لاير من المصل اسمها ايه؟ اكسترنال انتركوستال مصل، external intercostal muscle. تمام، خلاص من اسمها كده between rib to a costal intercostal. تمام، طيب اخر اول طبقه من بره يبقى اسمها external. جايه منين دي بقى؟ جايه من between two ribs. طب الاوريجن بتاعها من اللور بوردر، اللور بوردر اوف ذا ريب اباف اند انسرتد ان ذا ابر بوردر اوف ذا ريب ايه بيلو. تمام كده، طيب تمام خالص، ما فيهاش حاجه، ما قلتش حاجه. فاكرين الريب الاستراكشر بتاعه البون، البوني ريب كان ليه ابر بوردر قلت بيبقى راوندد، وكان ليه لور بوردر بيبقى شارب، صح؟ واللي من بره ده اسمه اوتر سيرفيس، واللي من جوه كان اسمه ايه؟ انر سيرفيس، اللي كان فيه جروف، جروف كده اهوت اسمه سب كوستال جروف. ده ساعه لما شرحنا الريب، ساعه لما شرحنا الريب في العملي. طيب نيجي بقى الماسل دي، شوف الدايركشن بتاع الفايبرز بتاعها عامل ازاي، جاي كده من فوق لتحت، من فوق لتحت. تمام، فالريب دي لما بتعمل كونتراكشن تروح سحبه ايه؟ سحبه الثوراسيك كيج، سحبه الريب لفوق، سحبه الريب لفوق. تمام، ادي اهي تاني تاني يا بنات، دي ادي الاكسترنال انتركوستال ماسل، ماشي. فلما تيجي دي كونتر، شايفه الدايركشن بتاع الفايبر بتاعها جاي كده من فوق لتحت، من فوق لتحت، من فوق لتحت، من فوق لتحت. ده الاوريجن وده الانسرشن. تمام، لما بتيجي بقى تسحب يبقى الاوريجن، الانسرشن هيتسحب لفوق ناحيه الايه؟ الاوريجن، فتتعمل كده اهو، فالثراس الكيج هيجي كده. تمام، تبقى عملت ايه؟ وسعته ولا ضيقته؟ تمام، وسعته. انا عملت ايه دلوقتي وانا بكلمكم؟ عملت ديب انسبيريشن، اهو ده اللي بتعمله، اللي بتساعد فيه اللي هي الايه؟ الاكسترنال انتركوستال، بتعمل اليفيشن للريبس ابورد. تمام، كلها طبعا بتشتغل مع بعض،
ماشي الكلام، فبت ايه بتوسع لك سراس الكيج وتطلعه لفوق كده اهو، زي ما بتعملي بالظبط في الايه، في الديب انسبيريشن. يعني ايه انسبيريشن؟ انت بتاخدي انت بتتنفسي، بتاخدي الهواء لجوه، ماشي الكلام. طيب نيجي بعد كده اهوت للانترنال، اللير اللي بعديها على طول، اللير اللي بعديها على طول دي اسمها ايه، انترنال انتركوستال. ماشي، دي جايه منين؟ جايه من الكوستال جروف، ده اللي هتلاقيه من جوه اوف ذا ريب اباف، ورايحه على الابر بوردر بتاع الايه، بتاع الريب بيلو. خلاص، فيبقى كده الاوريجن بتاعها من جوه، خلي بالك من الانر سيرفيس بتاع الريب، من الانر سيرفيس بتاع الريب، من الجروف اللي هو اللي من جوه ده، تمام، ورايحه على الابر بوردر بتاع اللور ريب. ماشي، طيب دي بتعمل ايه بقى؟ دي شوف الدايركشن بتاع الفايبرز بتاعها عامل ازاي، عكس دي، عكس دي، يعني الاكسترنال انتركوستال الفايبر نازله كده اهي، جايه كده اهو، صح، دي بقى جايه بالعكس متعامده عليه. خلاص، فدي هتجيب الريب لايه؟ هتجيب الريبس لتحت، فتبقى دي في الفورسد اكسبيريشن كده اهو، كانك بتنفخي، تمام، وبتعمل سبورت للانتركوستال سبيس. الانر موست لاير اللي هي الثيرد لاير من جوه دي، شايفاها دي المص اللي من جوه دي، ده اهي، تمام، الانر موست لاير ديت واخده من بالظبط زي الايه، زي اللي فوقيها بالظبط، من الكوستال جروف اوف ذا ريب اباف، تمام، للابر بوردر اوف ذا ريب بلو، فدي بتعتبر زي ما تكون اسيستنت ماسل ليها، ماشي، وليها نفس اتجاه الفايبر، عشان كده تلاقي الاكشن بتاعهم هما الاثنين واحد، تمام. طيب في بقى دول بقى اللي عاملين لي الثراسيك وول نفسه، في نقطة بس هنا مهمة، ان انا بتوين السكند الانترميديت لاير والانر موست لاير، يعني بتوين الانترنال انتركوستال مصل وبتوين الانر موست لاير، في هنا هوت الايه، السب كوستال سبيس ده، بلاقي فيه حاجة مهمة خالص، بلاقي فيه حاجة مهمة خالص، اللي هم ايه، الانتركوستال فين والانتركوستال ارتري والانتركوستال نيرف ماشيين في الجروف ده بالترتيب ده، فان فان فين فوق، ارتري تحت، نيرف ايه، نيرف اللي هو اللور موست بنفس الترتيب ده، يبقى الترتيبه دي مهمه، الترتيبه دي مهمه، ايه هي الترتيبه دي؟ اللي هي فان فين ارتري نيرف، ماشي، اسمهم ايه؟ اسمهم انتركوستال فين وارتري ونيرف، من ورا بسميهم بوستيريور انتركوستال، تمام، بوستيريور انتركوستال فين، بوستيريور انتركوستال ارتري، الانتركوستال نيرف هو واحد فما فيهوش لا بوستيريور ولا انتيريور، تمام، موجودين فين؟ موجودين في السبيس اللي هو فين، بتوين الانترنال انتركوستال والانر موست انتركوستال، ماشي، يبقى دول مهمين جدا، دول مهمين جدا، تمام، الانتركوستال نيرف هو اللي بيعمل لي سبلاي لكل واحده فيهم، كل واحد للمصل اللي في السبيس بتاعه، ماشي. طيب بعد كده في حاجه اسمها ايه، سب كوستاليس، سب كوستاليس مصل، السب كوستاليس مصل دي جايه لي في الانجل بتاعت الريب، من الانر سيرفيس اوف ذا، عند الانجل بتاع اللور ريب، وبتعمل بقى حركه ان هي مش بتعمل انسرشن في الريب اللي تحتيها على طول، لا، بتفوت واحد وتاخد اللي بعده او اللي بعد بعده، المهم ما بتعملش انسيرشن في اللي تحتيها على طول، تمام. طب تعالوا نشوف شكلها ازاي بقى اهي، اهي شايفه المصل دي، هي دي، هي دي، تمام، لو خدتي بالك ايه، مفوته رب، مفوته رب، يبقى هي جايه كده، انا خلي بالك انا باصص فين، انا باصص اهو من ورا عند الفيرتبرال كولم، ماشي، يعني ايه، عند الانجل بتاعت الريب، يعني ايه الانجل بتاعت الريب يا بنات، انا الريب عندي بيبقى عامل كده، ادي الضلع اهو، الضلع مشوه شويه، فالحته دي اسمها ايه، الانجل بتاعت الريب، فدي تتشاف احسن من ورا، دي تتشاف احسن ايه، من ورا، تمام،
انا ده كده عشان تبقي عارفه الصوره دي فين، ده الفرتبرا الكولا، ما هو ده العمود الفقري، انا باصص على ظهر العيان اهو، باصص على ظهر العيان، دي الربس اهي، ده الضلع اهو، ماشي، الرب بيلف كده عشان فبيعمل هنا عندي ايه، عندي انجل، تمام. فاللي هي المصل اللي هي السب كوستاليس دي جايه عند الانر سيرفيس، يعني من جوه كده عند الانر سيرفيس بتاع مين، بتاع الانجل بتاع الرب، خلاص. تعمل انسيرشن فين؟ تعمل انسيرشن، بتفوت ريب وبتاخد السكند اور ثيرد ريب بيلو برضو من الانر سيرفيس، ماشي. دي هتعمل ايه؟ هتعمل ديبريشن للريب، هي مصحوبه كده خلاص، فتعمل ديبريس ريب، ماشي. طيب في مصل تانية اسمها ايه؟ اسمها دي المصل دي اللي هي اسمها ايه؟ اسمها ترانسفيرس ثوراسيسز او استيرنو كوستاليس. استيرنو كوستاليس من اسمها كده يبقى واخده من الاسترنم، من الاسترنم، استيرنو كوستاليس للكوستال ايه بقى هنا؟ للكوستال كارتليج. يبقى دي مش عامله انسرشن في الريب، تمام، عامله انسرشن في الكارتليج. ايه الكارتليج؟ ايه الكارتليج؟ خلي بالك ان الريبس ما بتبقاش اتاتش على الاسترنم مباشره، لا ده بيبقى فيه في النص حاجه كده اسمها ايه، كوستال كارتليج. كوستال اي حاجه ريليتد للريب يا بنات اسمها كوستال، والكارتليج اللي هو الغضروف، تمام. فالحته دي اسمها كوستال كارتليج، ده كوستال كارتليج، ده كوستال كارتليج، ماشي. والجنكشن هنا اسمها كوستو كوندرال جنكشن عشان كوندرو اللي هو كارتليج لما خدناه في الهيستولوجي، تمام. طيب المهم انا بنبهك تاني ان المصل ديت اللي اسمها ستيرنو كوستاليس بس مش رايحه على الريب، عامله اتاتشمنت اهو في ايه، في الكوستال كارتليج، عامله اتاتشمنت في الايه، في الكوستال كارتليج، تمام. طيب يبقى دي اللي هي المصل الخمسه اللي اسمها ترانسفيرس سوراسيسز او استيرنو كوستاليس، اللي هي المصل دي، المصل دي صورتها اهي، المصل دي صورتها اهي، جايه منين؟ من الباك اوف بودي اوف ذا فويد بروسيس اوف ذا سترنم. افكرك تاني بالسترنم، ده مين ده؟ ده مانبريوم، ده بودي، ده ذا فويد بروسيس، ان هو من تحت ده لما خدنا الاسترنم في العملي، تمام. طيب يبقى انت عندك هنا من الاول الترانسفيرس ثوراسيسس دي لازم انا افتح ويندو كده عشان اشوفها من ورا، اشوفها من ورا، تمام، عامله زي فان شيب كده، فان شيب اهي، عامله زي المروحه، تمام. اتاتشد هنا عندك فين؟ في الحته اللي من تحت دي اللي هو الزيفويد بروسيس. انسرتد فين؟ في الكوستال كارتليج بتاع الريبس كلها، لا من السكند للايه؟ للسكس ريب، تمام. فتخيلي دي لما تعمل كونتراكشن هتعمل ازاي؟ هيبقى الدايركشن ازاي بتاعها؟ هتاخد الريبس كده، صح؟ هتاخد الريبس كده، هتنزلهم كده اهو، ماشي، للفيكسد بوينت دي. يبقى بتعمل ايه؟ بتعمل ديبريشن للريب، بتعمل ديبريشن للريب، تمام كده؟ طيب تعالي بقى انا دلوقتي هذاكر، انت عليكي ايه؟ عليكي تذاكري لي الجدول ده، تمام؟ زي ما اتفقنا الويك اسيبه المحاضره دي النهارده، ما تذاكروهاش مش مشكله، عايزاك تذاكري في الويك اند الكرانيال نيرفز اللي ما فتحهاش يذاكرها، اللي ما فتحهاش يذاكرها الكرانيال نيرفز، تمام. سي بي دي في الويك اند ما تذاكرهاش في الويك اند ده، تمام. طيب تاني يا بنات احنا بنتكلم على ايه؟ على الانترنال، على الانتر كوستال ماسل. يعني ايه انتر كوستال؟ اللي بتوين الكوستال، كوستال يعني ايه؟ الريبس. فدي الماسل اللي مليالي السبيس اللي بتوين الريبس، تمام، موجود في الانتر كوستال سبيس، ماشي. عندك اول حاجه اكسترنال انتر كوستال جايه من اللور بوردر اوف ذا ريب اباف، والابر بوردر اوف ذا رايحه للابر بوردر اوف ذا ريب بيلو، تمام. هي دي الماسل الوحيده، الماسل الوحيده اللي بتعمل ايه؟ بتسبورت الانسبيريشن، سبورت الانسبيريشن، يعني بتعمل اليفيشن للريب، خلاص؟ اليفيشن للريب، خلاص؟ الوحيدة فيهم كلهم بعد كده اكسبيريشن، ديبريس الريب. انترنال انتر كوستال، كوستال جروف الاورجن بتاعها من الكوستال جروف اوف ذا ريب اباف، والانسرشن بتاعها ابر بوردر اوف ذا ريب بيلو.
انرموس سنتر كوستال، كوستال جروف برضه نفس بالظبط اللي فيها بالظبط، بالاكشن بالدايركشن بتاع الفايبرز بتاعها. بعد كده عندنا السب كوستاليس، السب كوستاليس الانر سيرفيس اوف انجل اوف ذا ريب، ورايحه للانر سيرفيس اوف ذا سكند اور ثيرد ريب بيلو، يعني بتفوت واحد وتاخد اللي بعده. بعد كده ترانسفيرسس ستيسس اللي هي الاسترن كوستاليس، واخده من الاسترنم انهي بارت من الاسترنم، باك اوف ذا بادي لور بارت اوف ذا بادي والزيفويد بروسيس اوف ذا سترنم. عامله انسرشن فين؟ في الانر سيرفيس اوف ذا كوستال كارتليج، كارتليج مش ريب هنا، تمام؟ منين؟ من سكند تو سكس ريب. تعمل ايه؟ بتعمل ديبريشن للايه؟ للكوستال كارتليج، تمام؟ طيب احنا زودنا جدا في الموضوع ولا يستحق يعني كل هذا الحديث يعني. طب عندك السبيس الان بتوين السكند والثيرد لاير، بلاقي في حاجه مهمه اللي هم الانتركوستال فين ارتري نيرف، بترتيبها فين، فين من فوق ارتري في النص والنيرف من تحت، تمام؟ كل ماسل كل سبيس بيجي له سبلاي للماسل بتاعته من الادجسنت او الكورسبوندينج نيرف وارتري وفين، يعني السكند انتر كوستال هيجي لها من السكند انتر كوستال نيرف وهكذا، ماشي الكلام؟ طيب نيجي نتكلم بعد كده على مين، على الديافراجم. ايه الديافراجم دوت؟ الديافراجم ده الحجاب الحاجز، الحجاب الحاجز اهو. ايه هو الحجاب الحاجز؟ اللي بيفصل لي ثوراسيك كافيتي من الابدومينال كافيتي، ماشي الكلام؟ طيب ده مصل، ايوه ده مصل، ده بيتكون بين ايه بقى؟ اي مصل في الدنيا زي ما انتم متفقين يا اورجن وانسرشن، بس هو شكله مصل ايه مختلفه شويه، دوم شيب كده، دوم شيب خلاص. فليه وايد وايد فرايتي من الايه، من الاورجن والانسرشن بتاعها. طب تعالى نشوف الاورجن بتاعه طالع منين. هو لافف كده بنات، شوفوا لافف كده 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 كده، لافف كده 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 كده، وبيجي في ايه، انسرتد في الحته اللي في النص دي، الحته اللي في النص ده زي ما يكون ادنروزس كده اهوت، سنترال وايد تندون، ماشي؟ يبقى انت تخيلي كده، انا عايز حاجه تفصل لي الابدومن اهي، تفصل لي الثوركس عن الابدومن، ماشي؟ عايز تنت كده، خيمه كده اهو من فوق، تمام؟ فالخيمه دي هتاخد لي كل الحاجات اللي انا اديني ممشيه عليها كده، كل الحاجات اللي انا ممشيه عليها. طب ايوه هتبقى انسرتد فين؟ ربنا عمل له ابينيروزس كده في النص، ابينيروزس يعني ايه؟ فاشيال شيتس، غشاء تخين كده في النص. طيب تعالي مش هنزود في الكلام، تعالي نشوف اللي هو الاورجن بتاعه جاي منين. شايفه الاسترنال؟ هياخد من الاسترنال اهي قدام، تمام؟ وبعد كده يلف لورا، يبقى هياخد من الكوستال، يرجع لورا تاني كده اهو، شوفي هياخد منين؟ من الفيرتبرال كولم ورا، تمام؟ ويلف يرجع ياخد من الكوستال تاني علشان يقفل لي التنت دي، يقفل لي شكل الخيمه ده، تمام؟ طيب تعالي بقى، انا قلت الاماكن اللي هو هيعمل اتاتشمنت ليها، اللي هو سترنم والكوستال والريب او الفرتبرا، صح؟ اللي هو هيلف كده من قدام لورا، من قدام لورا، ماشي؟ طب نشوف بقى سبيسيفايد، هقول الاسترنم انهي جزء من الاسترنم؟ من الزيفويد بروسيس. اشمعنى؟ مش هو بيفصل بين الابدومين بين الثوركس، يبقى اكيد هياخد من اللور موست بارت بتاع الثوركس اللي هو الليمت بتاعتي زيفويد بروسيس. طيب هياخد منين تاني؟ من الريبس، يبقى هياخد من انهي ريبس برضو؟ من اللور ريبس، انهي واحد فيهم؟ من اللور 6 ريبس. طيب يرجع لورا لورا لورا، هيروح على فين؟ هيلاقي قصاده الفيرتبرال كولم، ياخد منين؟ من الفيرتبرال كولم، من الرايت من عند ال1 في الرايت سايد، ال2 ال3. طب وفي الليفت سايد هياخد من ايه؟ من L1 و L2 بس. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة، انا مش فاهم حاجة. طيب تعالى افهمك، شايفة الديافراجم ده عامل ايه؟ عامل زي خيمة كده، ماشي؟ سقف، سقف للأبدومين وبيفصل الأبدومين من الثوركس، ماشي؟
علشان هو هيلف كده هيلف كده، يبقى هياخد كل الحدود بتاعت اللي بين السوركس والابدومين، اللي هي ايه؟ قدام عندك الاسترنم، وبعد كده تلاقي الريبس ماشيه، ومن ورا في الفيرتبرال كون. تمام، هتلاقي الديافراجم ده متقسم لحاجه ايه، لكروس كده لناحيتين اسمهم رايت كروس وليفت كروس. تمام، ناخد بقى الاتاتشمنت بتاعه، ناخد الاتاتشمنت بتاعه اللي هو الاورجن بتاعه. هتلاقي الاورجن ده لافف كده زي ما اتفقنا، وكله جاي في الحته اللي في النص في السنترال تندون، وعامل ايه انسرشن. شايفه الفايبرز كلها جايه كده، وتبقى ايه انسرتد على مين؟ على السنترال تندون. هياخد منين بقى زي ما اتفقنا؟ من الاسترنم، من الزيفويد بروسيس. اهو الكلام اهو، سترنم فروم سليبس فروم باك اوف زيفويد بروسيس. وبعد كده هيقابل الكوستال كارتج من اللور 6 ريبس. وبعد كده عندك الفيرتبرال اتاتشمنت بقى، الفيرتبرال كولم، عندك رايت كروس، رايت كروس دي واخده منين؟ من البادي بتاع L1 L2 L3 اللي هي لمبر 1 ولمبر 2 ولمبر 3. بعد كده عندك ليفت كروس من البادي بتاع L1 و L2 بس. ماشي، خلي بالك الكروس دي بتبقى انفورسد تحت بايه؟ بليجامنت كده، بليجامنت. شايفاهم الحته البيضه الزاهيه دي، الحته البيضه الزاهيه دي، ادي واحد وادي التاني اهو وادي التالت اهو. دول اساميهم ايه؟ اساميهم ايه؟ ده اللي من ورا هيبقى اسمه لاترال، ده هيبقى ميديال، واللي في النص بالظبط ده اسمه ميديان. فهتلاقيه واحد تاني، دي ليجامنت، خط واحد ليجامنت. ماشي، ليجامنت تمام، وشكلهم ايه؟ سي شيب، ارك وتن شيب، فبسميهم ايه؟ ارك وت ليجامنت. تمام، عندك واحد واحد لاترالي رايت وواحد لاترالي ليفت، خلاص يبقى دول اتنين اهم. تمام، اسمهم لاترال اركوت ليجامنت. بعد كده اهوت عندك ده اللي هو اسمه ايه؟ ميديال اركوت ليجامنت، واحد الناحيه دي وواحد الناحيه دي. عندك واحد بس في النص اسمه ايه؟ ميديان ليجامنت. يبقى ده ادي كده الوايد فرايتي بتاع الاتاتشمنت بتاع مين؟ بتاع الدايفراج. تاني من قدام هتلاقي زيفويد بروسيس، ولما هشوف هوريكي دلوقتي على الموديل هتتخيلي الاتاتشمنت احسن كمان من الكلام. تمام، عندك من الزيفويد بروسيس، تاني اهو الزيفويد بروسيس، اللور بوردر بتاع الزيفويد بروسيس. ماشي، من اللور 6 ريبس. ماشي، بديجيتس، يعني ديجيت ديجيت يعني ايه؟ يعني زي ما يكون صوابع كده طالعه له. تمام، نيجي بعد كده اهوت للاتاتشمنت هنا اللي في النص، هتلاقيه واخد من البادي بتاع، شايفه ده الحته دي الاتاتشمنت ده، الاتاتشمنت ده اهو. ماشي، على الرايت سايد، الرايت سايد دي اسمها رايت كروس، واخد منين؟ رايت كروس L1 L2 L3 اهو، L1 L2 L3. الليفت كروس اهي، دي كلها الدوم، دي الليفت كروس اهي، اسمها ايه؟ من عند فين؟ L1 وL2. تمام، يجي ياخد اتاتشمنت من الليجامنت اللي معدي من تحت ده، اسمه ايه الليجامنت ده؟ اسمه اركويت ليجامنت. تمام، ايه هم اسامي الاركوت ليجامنت؟ عندك اتنين لاترال واتنين ميديال وواحد ميديان. كل الفايبرز دي فيرتيكالي كده تتجمع مع بعضيها، وتلاقيها عامله اتاتشمنت في الحته البيضاء اللي في النص دي، اسمها ايه؟ سنترال تندون، سنترال تندون. تمام، لو المصل دي حصل لها كونتراكشن، حصل لها كونتراكشن فيرتيكالي كده اهوت، هتعمل ايه؟ هتسحب الديافراجم لتحت، صح؟ يبقى هتزود لي ايه؟ هتزود لي الثوراسيك كافيتي، السبيس بتاع الثوراسيك كافيتي، يبقى تساعد في ايه؟ في الانسبيريشن، في الانسبيريشن. تمام؟ طيب النيرف سبلاي بتاع الديافراج، فاكرين لما كنا بنقول في السبيس كان عندك حاجه اسمها فرينك نيرف اللي كان ماشي في النك كده ونازل لتحت ونازل لتحت، وقلت لك ده نازل على لحد فين؟ لحد الديافراج من تحت عشان يعمل له سبلاي. كلمة فرينك يعني دايفراج، فرينك يعني دايفراج، خلاص. فبياخد نيرف سبلاي من الرايت والليفت فرينك نيرفز، تمام،
وهتلاقي ايه كمان اللور 6 ثوراسيك نيرف، مش هو مش واخد مش من لور 6 ريبس، هياخد من لور 6 ثوراسيك نيرف، ماشي الكلام؟ طب لو خدت بالك قلنا ان هو الدايفراجم دوت هو اللي فاصل لي بين الثوراكس وبين الابدومين. طيب ما في حاجات بتعدي من الثوراكس للابدومين صح؟ ايه الحاجات اللي بتعدي عندك من الثوراكس للابدومين؟ عندك الاسوفيجس المريء، تمام، عندك الاورطه، عندك في البوستير وول كده الديسندنج اورطه نازل على الظهر كله اللي هو الديسندنج اورطه كله ابدومينال وثوراسيك، ماشي. عندك في حاجات بقى طالعه من الابدومين ورايحه جوه ناحيه الثوراكس اللي هو مين؟ الفينا كافا، الانفيرو فينا كافا، فلازم هتبقى في اوبننج فتحات في، يعني دي مش كومبليت كفرنج كومبليت سيبريشن، في فتحات تعدي حاجات من الثوراكس للابدومين، تمام؟ فدي اسمها ايه؟ الاوبننج اوف ذا دايفراج، الاوبننج اوف ذا دايفراج، ماشي؟ هتلاقي اساميهم كده فينا كافا الاوبننج، اسفجيال اوبننج، اورتيك اوبننج، اماكنهم فين بالترتيب؟ 8 10 12 خلاص، كل مره بزود 2 تمام، 8 10 12 يبقى فينا كيف الاوبننج هتبقى عند تي 8 1 انش فروم ذا ميد لاين، اهي ده الفينا كيف الاوبننج 1 انش فروم ذا ميد لاين، تمام. الاسفجيال اوبننج هتبقى عند تي 10، عند تي 10 ماشي، برضو 1 انش تو ذا ليفت، بقى تو ذا ليفت اوف ايه؟ اوف ذا ميد لاين. عندك الاورتيك اوبننج عند تي 12 بس في النص، الاورتا ماشي في النص بالظبط على الديسندنج اورتا ده على الايه؟ على الفيرتبرال كول، تمام. طيب يبقى كده انا سهل ان انا احفظهم، فينا كيفا الاسوفوجيال اورتيك اوبننج تي 8 تي 10 تي 12 ماشي، دي 1 انش تو ذا رايت والاسوفوجيال 1 انش تو ذا ليفت والاورتيك في الميد لاين. طيب الفينا كيفا يبقى عادي فيها الانفيرو فينا كيفا ومع مين؟ ومع الرايت فرينك نيرف وشويه لمفاتيك رايحين على الليفر عشان هي في الرايت سايد والليفر في الرايت سايد، الكبد في الرايت سايد، فيبقى الليمفاتيك اللي رايحه ناحيه مين؟ ناحيه الليفر، هتعدي من ناحيته، هو في الرايت سايد يبقى هيعدي فيه الرايت فرينك، تمام. طيب نيجي الاسوفجيال اوبننج هتعدي فيها الاسوفجس ويعدي مين تاني؟ الفيجاس بتاع امبارح ده ماشي، والاسوفجيال فيزلز. في الميد لاين بقى بالظبط يعدي مين؟ يعدي الاورطة ويعدي حاجه اسمها ثوراسيك داكت. ايه ثوراسيك داكت دي؟ الليمفاتيك بتاع الجسم كله، هو مش الجسم كله بالظبط، يعني هو ثلاث ارباع الجسم كله بيحصل له حاجه اسمها الليمفاتيك ريتيرن، يتجمع في انبوبه طويله خالص كده اسمها ثوراسيك داكت. الثوراسيك داكت دي هتجمع كل الليمفاتيك فلويد اللي هو ال اسمه ايه؟ السائل الليمفاوي كله، الليمفاتيك فلويد ده بنات ده عامل زي ما يكون المجاري كده اللي بيلم كل الويست الزباله كلها بتاعت الجسم بتاعت السيلولار فلويدز وروح مجمعهم ومرجع لك الايه؟ مرجعه برده على الفينس سيركوليشن بتاعت الهواء، تمام؟ فالمهم يعني من الخلاصه حاجه اسمها ثوراسيك داكت. ثوراسيك داكت ايه؟ ثوراسيك داكت دي المين داكتال درينج اوف ذا ليمفاتيك سيستم، تمام. وعدي فيها تاني مين؟ اللي هو الازايجوس فين، الازايجوس فين، تمام. طيب تمام جدا، يبقى دي الجزئيه بتاع الدايفراجم بنات، تعرف الاوريجن والانسرشن بتاعه والنيرف سبلاي والاكشن طبعا بتاع الانسبيريشن لو حصل كونتراكشن. الموضوع سهل يعني، احنا بس انا بوضح لكم عشان اسهل عليكم لما تيجوا تقروا. طيب معلش نكمل برضو علشان ما نتزنقش في المحاضره الجايه وننجز. هندخل على الابدومينال وول. الابدومينال وول ده هيبقى بقيه الكلام كله بتاعنا في الايه؟ في الجزئيه بتاعه المصل. طيب تعالي نشوف الابدومينال وول. انا بقى لو جيت اشرح العيان بعمل ايه؟ هشيل السكين اول حاجه، هفاجئ تحتيه بايه؟ سوبرفيشال فاشي صح، الدهون اللي بنلاقيها تحت دي بنقول دي السوبرفيشال فاشي خلاص. طيب خلاص السوبرفيشال فاشي يبقى تحتها دي فاشي؟ لا سبحان الله، الابدومين لو خدت بالك هي الحاجه الوحيده اللي بس سبورتد ورا بعظم بس اللي هو الفيرتبرال كولم، وقدام
عندك مفيش حاجة خالص، مفيش بوني اتاتشمنت خالص، تمام؟ طيب ليه بقى؟ عشان ربنا خليها بالطريقة دي سبحان الله. ان يعني ان هي مش بوني بوكس زي السوركس ولا حتى البلبس ولا اللمبس ولا اي حاجه، علشان تبقى اكستندبل. يعني اكستندبل يعني ممكن تتنفخ مع الفود ومع اليورين، وطبعا في البريجنانسي في الفيميل، تمام؟ طيب فعشان كده تستحمل ان هي ممكن تبقى تتمدد يعني، فما فيهاش ديب فاشيا، ما فيهاش ديب فاشيا. طيب لان دي فاشيه دايما بتبقى شيس او ممبرينا سيك شيس. طيب امال ايه بقى؟ هتلاقي السوبرفيشال فاشيه دي نفسها اتقسمت لجزئين، جزء سوبرفيشال بيبقى فاتي لاير، وبدل الدي فاشيه بقت عندك ممبرينس انر لاير، تمام؟ طيب السوبرفيشال فاتي لاير دي اسمها ايه؟ لاير او كامبرز فاشيه. طيب والديب ميمبرينوس لاير اسمها ايه؟ سكاربوس فاشيا. نحفظ الاسامي دي؟ ايوه الاسامي دي مهمه. طيب لو فاكرين يا بنات، فاكرين جبنا سيره الكلام فين ده؟ ساعه فاكرين لما خدنا الساي وخدنا التنسور فاشيالاتا وخدنا الفاشيا بتاعت الساي في اللور ليم، تمام؟ وقلت دي بتبقى كونتينيوس وعندك لاين هنا اهوت عشان يعمل سيبريشن من الفاشيالاتا ومن الابدومينال ماسل، من الابدومينال فاشيا. المهم انا عندي هنا اهوت ديت سكين سوبرفيشال فاشيا، والسوبرفيشال فاشيا دي كانت متقسمه لجزئين، الجزء الفاتي لاير اللي هو اسمها كامبرز فاشيا، دي فاتي، فاتي يعني دهنيه، بعد كده ديب ميمبرينس لاير اسمها ايه؟ سكاربس فاشيا، سكاربس فاشيا، تمام؟ بعد ما بشيل ده بلاقي ايه؟ لاير من الابدومينال من المصل، خلاص؟ طيب تعالي نشوف اللايرز بعد انا خلاص شلت الفاشيا يا بنات، تمام؟ انا شلت هنا خلاص الفاشيا، انا عايزه اوريكي بس الحته دي الصوره دي، تمام؟ هتلاقي عندك هنا بقى المصل متقسمه لايه برضو؟ لثلاثه لاير، اكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك، تمام؟ وفي مصل بعديها اسمها ترانسفيرسس ابدومينال، تمام؟ متقسمين كده بدايركشن بتاعت الفايبر، باساميهم بدايركشن الفايبر، يعني ادي اكسترنال اوبليك كده، تمام؟ انترنال اوبليك وراها علشان الفايبر بتاعتهم اوبليك، فسميتهم اوبليك، واحده اكسترنال وواحده انترنال، تمام؟ والاخر لير من المصل اسمها ايه؟ ترانسفيرسس ابدومينس، عشان الفايبر بتبقى ترانسفيرسي ارينجد، تمام؟ ده على الايه؟ على اللاترال سايد. طب في النص هنا، في النص هنا، تمام؟ هتلاقي ايه؟ هتلاقي عندك اتنين مصل، حاجه اسمها ريكتس ابدومينس، ريكتس ابدومينس، وفاكرين كلمه ريكتس دي من الاي يعني ايه؟ يعني ستريت فورورد، يعني مش اوبليك زي ما قلت لك اللاترال ريكتس والميديا ريكتس ومش عارف ايه السوبير وانفير ريكتس بتوع الاي. قلت لك كلمه ريكتس في اللاتيني يعني ايه؟ يعني ستريت فورورد، ستريت مش اوبليك، تمام؟ وفي مصل تحت خالص كده اسمها ايه؟ بايراميداليس مصل، ودي ساعات ممكن نلاقيها موجوده او ايه؟ او مش موجوده. تمام؟ يبقى دي اللاير بتاعت مين؟ بتاعت المصل. يبقى تاني انا بشوف اللاير بتاعت الانتيريور ابدومينال وول. اول حاجه سكن، بعد كده سوبرفيشال فاشيا، سوبرفيشال فاشيا اهي سكن، واحد اتنين سوبرفيشال فاشيا. Superficial fascia دي قلت divided into superficial fatty layer اسمها Cambers fascia، deep membranous layer اسمها Scarpus fascia. خلصت الفاشيا بدخل على اللاير بلاقي ايه؟ Muscular layer، تمام؟ خدي بالك المسكولار layer دي متقسمه لايه؟ lateral، laterally كده، تمام؟ وفي ايه؟ midline، بلاقي on each side في ثلاثة مصر، حاجة اسمها external oblique. ليه oblique؟ عشان الفايبر بتاعتها جاية كده oblique، تمام؟ تحتيها layer تانية من المصر اسمها internal oblique، بس اتجاه الفايبرز مختلف، هنشرحهم دلوقتي.
تمام. بعد كده في حاجه اسمها ترانسفيرسس ابدومينس ماسل، تمام، ده على اللاترال جروب. بعد كده في النص هتلاقي في عندك ايه، الريكتس ماسل، بس هسميها هنا ريكتس ابدومينس، ريكتس اتجاه الفايبر ومكانها ابدومينس، فبسميها ريكتس ابدومينس تحت السكس باكز يا بنات، الناس اللي بتروح الجيم الرجاله طبعا، احنا عندنا وان باج الحمد لله رب العالمين. المهم دي اسمها ريكتس ابدومينس. تحت كده في ماسل اسمها بايراميداليس، فاكرينها لما خدنا ايه الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده ومش موجوده في الجسم. طيب بعد كده خلصت اللير بتاعت الايه الماسل، بلاقي من جوه في حاجه اسمها ايه فاشيا ترانسفيرساليس، دي برضو سان لير من الفاشيا من جوه كده من جوه، تمام، دي بتبقى مغلفه الانر موست لير بتاعت الماسل اسمها اللي هي الترانسفيرسس ماسل، هتلاقي من جوه في اسمها فاشيا ترانسفيرساليس، وبعد كده شويه اكسترا بيرتونيال فات، تمام، وبعد كده يبتدي بقى اللير بتاعت الابدومين من جوه الانترنال اللي هو ايه البريتونيوم، البريتونيوم اللي هو الغشاء البريتوني، تمام. طيب لو خدنا الغشاء البريتوني ده هتلاقي ليه تو لايرز، لاير بيبقى اتشل على الاورجن اسمها فيسرال، على الفيسرا اسمها فيسرال، واللاير اللي هي من اوتر ديت بسميها ايه بارايتال بريتوني، بارايتال بريتوني، فاللاير اللي هتقابلنا هنا اسمها ايه بارايتال بريتوني، تمام. اللايرز دي تتحفظ بالترتيب، ايوه لازم احفظها بالترتيب خلاص علشان هنقول اهميتها دلوقتي. يبقى تاني layers of anterior abdominal wall skin superficial fascia which is divided into superficial fatty layer and inner membranous layer. muscle of anterior abdominal wall دي اللي هنقولها بالتفصيل دلوقتي، عندك external abdominal oblique internal abdominal oblique والtransversus abdominis ده laterally. في النص بلاقي فيه ايه المصل المهم هنا rectus abdominis، تمام، والبيراميداليس من تحت سمول بيراميدال ماسل، تمام. قطعت ده وشلتهم كلهم، بلاقي من جوه في حاجه اسمها فاشيا ترانسفيرساليس، فاشيا دي سين لاير اللي هي لايننج الترانسفيرسس ابدومينس ماسل، ومن جوه بلاقي في اكسترا بيرتونيال فات، وبعد كده بلاقي مين البرايتال بيرتونيال، تمام تمام. طيب تعالي نشوف بعد كده اللي هي مين الاكسترنال اوبليك ماسل اللي هي اول ماسل في الايه في الانتيريور ابدومينال وول، هتلاقي الاورجن بتاعها جاي منين؟ باي 8 سلابس فروم ذا اوتر سيرفيس اوف ذا لور 8 ريبس، يعني ايه؟ ادي اللور 8 ريب اللي هو كام؟ 12 و11 و10 و9 و8 و7 و6 وايه؟ و5 اهو، بتاخد ايه؟ بتاخد سليبس، سليبس يعني ايه؟ يعني مش لازقه على الريب كله كده، لا بتاخد زي فينجر صوابع كده منه، تمام؟ من اللور 8 ريب، يعني الانتيرو ابدومينال، شفتي؟ اهي شايفه الانتيرو ابدومينال وول طالعه لحد فين؟ لحد البكتوراليس ميجور فوق، يبقى واخده من ايه؟ واخده من السوراكس، من الثوراسيك وول اهو، مش معنى انها ابدومينال مش هتاخد من الثوراسيك وول، تمام؟ يبقى الاوريجن بتاعها تاني منين؟ باي 8 سليبس فروم ذا اوتر سيرفيس فروم ذا لور 8 ريبس، ماشي؟ طب الانسيرشن بتاعها هتلاقيها ماشيه كده، اهي خدت الاوريجن بتاعها اهو، سهل خالص، سهل جدا، هتاخد هنا هتلاقي مين قصادها؟ الايه؟ الزيفويد بروسيس، تمام؟ طيب وهتنزل كده، ايه الخط الابيض ده؟ ايه الخط الابيض ده؟ دي حاجه اسمها لينيا البا، في خط هنا كده اسمه لينيا البا، ايه اللينيا البا دي؟ دي فايبرس وايت البا يعني ابيض، ماشي، فايبرس وايت باند اكستندد من عند هنا من الزيفويد بروسيس، من اللور بوردر بتاع الزيفويد بروسيس لحد تحت عند البلفيك بون اللي في النص هنا مين؟ السيمفيس بيوس، تمام؟ يبقى دي الخط الابيض اللي في النص هنا ده اسمه ايه؟ لينيا البا، شايفه الخط ده الدبريشن ده واللي احنا ممكن نشوفه علينا في الحقيقه، وخصوصا لو حد ماسكولار حد رياضي، الخط الابيض ده اسمه ايه؟ لينيا البا، لينيا يعني لاين، البا يعني ابيض، الخط الابيض، ايه الخط الابيض ده؟ عباره عن فايبرس باند، عباره عن فايبرس باند
تمام، وايد باند اكستندد منين؟ من الزيفويد بروسس لحد هنا السيمفيسس بيوبس، لحد السيمفيسس بيوبس. فاكرين السيمفيسس بيوبس اللي هو الاتاتشمنت بتاع الايه؟ البيوبك بون، لا التو بيوبك بونز. تمام؟ فيبقى هتاخد من الزيفويد بروسيس اهو، هي طالعه اهي، انا همشي كده اهو، زيفويد بروسيس، هتلاقي قصادها اللينيا البا هنا، تمام، الخط الابيض ده، تمام. بعد كده بتلاقي هنا في ايه؟ البيوبك كريست والبيوبك تيوبركل، خلاص تمام. هتطلع لي كده، هتلاقي هنا مين؟ هتلاقي هنا مين؟ الاليا كريست. تاخد انهي جزء في الاليا كريست؟ الابر الانتيريور 1 هاف، انتيريور 1 هاف، تمام. بس ده الايه؟ الاوريجين والانسرشن بتاعها. تاني الاوريجين والانسرشن بتاعها، هي الاوريجين بتاعها جاي منين؟ من اللور ايه تريب، خلاص ما تستغربيش. ادي شايفه دي البكتوراليس ميجور اهي، تحتيها على طول دي اللي قدامك دي اللي هي الايه؟ الاكسترنال اوبليك. فادي شايفه الاكستنشن بتاعها طالع منين؟ طالع من فوق اهو، من السوركس اهو، تمام. من انهي بارت؟ من اللور ايه تريب، باي فايبرس سلينجز او سليبس، ماشي الكلام. طيب هتعمل انسرشن فين؟ هتمشي زي ما انا ماشيه كده، مش محتاج انا افكر خالص. من عند هنا زيفويد بروسيس، هتلاقي هنا في لاين، فايبروس لاين اسمه لينيا البا، تمام. اللينيا البا دي اتاتشد لمين؟ من الزيفويد بروسيس لحد تحت الايه؟ البيوبيك بون، لحد تحت مين؟ البيوبيك بون. هنا مين اللي في النص بالظبط في البيوبيك؟ الحاجه اسمها السيمفيس بيوبس. تكمل هي بقى على الباوندري بتاع مين؟ بتاع الهيب بون. فاكرين الهيب بون يا بنات؟ اللي كان هنا عندك هنا ايه؟ كان بتكون من ايه؟ من بيوبس واسكيال بارت والياك بارت، تمام. المهم هتلاقي قبل مين هنا؟ الالياك كريست، بعد كده الموست بروميننت بارت بتاعه الالياك تيوبركل. تمشي كده فوق، تمام، هتلاقي هنا مين؟ سوري البيوبك تيوبركل، سوري، هتلاقي هنا الالياك، الالياك كريست. هتاخد منين؟ الالياك كريست ماشي كده، عشان كده بقول ليه انتيريور بارت وليه بوستيريور بارت، هتاخد من الانتيريور هاف بتاعه، ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. طيب هتاخد نيرف سبلاي منين؟ من اللور 6 ثوراسيك نيرف، من تي 7 لتي 12. طيب لو شفت الاكشن بتاعها، شوف الفايبر دايركشن بتاع الفايبر كده، الدايركشن بتاع الفايبر كده، هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ لو التو سايد اشتغلوا مع بعض هتعمل لنا بندنج الترانك انتيريور، تمام. لو التو فايبرز اشتغلوا مع بعض هيحصل ايه؟ هيحصل تندنج الانتيريور ابدومينال وول انتيريور، خلاص. طيب هي بتعمل ايه بقى؟ هتاخد الفايبرز لفوق، يبقى هتزود الانترا ابدومينال بريشر، يبقى انكريز انترا ابدومينال بريشر. بوث ماسل هتعمل فليكس ترانك، ايتش ماسل هتعمل ايه؟ هتاخد الترانك ناحيتها هي بقى، هتاخد الترانك ناحيتها هي كده، كونتراكشن ناحيتها هي، تمام. يبقى بيندنج الترانك تو ذا سيم سايد، وفي نفس الوقت بتخلي الابدومينال وول تو ذا اوبوزيت سايد، تمام. يبقى حسب الدايركشن بتاع الفايبر بتاعها. هلاقي في اللور بارت، خدي بالك بقى الحته دي بقى مهمه قوي، الحته دي مهمه قوي وهتفيدك خالص في ايه؟ في الابلكيشن، وتفيدك اكتر في مين؟ في الجزئيه بتاعت مين؟ لما تاخدوا جراحه بقى وتفهموا حاجه اسمها انجوينال هيرنين. واحنا جبنا سيرته على فكره في اللور، فاكرين انجوينال ليجامنت اللي جبنا سيرته في اللور ليمب اللي كان عامل لك الباوندرز بتاعت الفيمورال كانال. طيب المهم لو خدتي بالك بقى اللور بوردر بتاع الاكسترنال اوبليك، تمام، ليه ابنورتك بارت كده، بيحصل له ايه؟ بيندنج ابون اتسيلف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان الفايبرز، برافو عليكي يا رهف، اللي بيحصل فيه بتحصل فيه الهرنيا، ادي الفايبرز اهي جايه كده، تمام. ادي الجزء ده بتاع اللور بوردر، تلاقيه بندد على نفسه كده،
عارفين زي ما تكوني ماسكة ورقة ولافتيها لجوه، اهو هو كده. البندنج ده بيديكي سكند بورد هنا اسمه ايه؟ انجواينال ليجامنت. انجواينال ليجامنت اللي هو الخط ده يا بنات، الخط ده شايفة الخط ده؟ ده اعمل لك لون مختلف علشان ايه يبقى واضح. شايفة الخط ده كده؟ الخط ده ده اسمه انجواينال ليجامنت. انجواينال ليجامنت ده معمول من ايه؟ من اللور بارت اوف ذا اكسترنال ابدومينال اوبليك ابنروسس. طب لو انا جبت الانجواينال ليجامنت دوت، افسر بقى متكون من ايه؟ هتلاقي فيه حاجه اسمها مين بارت، الجزء الاساسي بتاعه، الجزء الاساسي بتاعه اللي هو عامله لي، تمام، اللي هو اسمه ايه؟ بوبارت ليجامنت. ده الاتاتشمنت بتاعه منين فاكرين؟ فاكرين ساعه لما خدناه؟ واحد من الانتيريور سوبيريور اليك سباين لحد البيوبيك تيوبركل، من الانتيريور سوبيريور اليك سباين لحد البيوبيك تيوبركل ده، تمام. وفاكره كنا بنحس البيوبيك تيوبركل على الانسان ازاي، على الانسان الحي، على البيشنت ازاي؟ ان انت ايه تخليه يعمل ادكشن عشان تحس الادكتور ماجنس كده اهو، تمام، وتلاقي التندون بتاعها عامل انسرشن اهو فتحسيه، تمام. والانتيريور سوبيريور اليك سباين كنا بنحسه على الهيومن عادي اللي هو الفيرست بروميننت بارت فين؟ في الهيب، عند الهيب، الهيب بون، تمام. لو عملت لاين كده ايماجيني لاين عليه هيبقى ده الايه؟ الانجوينال ليجامنت المين بارت بتاعه، تمام. طيب في بس كده؟ لا، في حته كده هنا، الحته دي شايفاها دي اللي انا بشاور لك عليها دي، دي اهي هنا، دي اسمها ايه؟ شوفي عامله لاكيون، عامله كده زي ارك ويتش ان شيب، دي اسمها ايه بقى؟ لاكيونال ليجامنت. لاكيونال ليجامنت يعني جزء، يعني هو ماشي خط كده، تمام، في ده الانجوينال ليجامنت نفسه، وفي جزء تلاقيه عامل سيركل كده، خلاص. ده اسمه ايه؟ لاكيونال ليجامنت، وده كريسنت ان شيب. كريسنت يعني هلالي الشكل، تمام، جاي من الميديال اند بتاع الانجوينال ليجامنت وباسنج باكورد، عامل شكل الايه؟ الباكورد ده على جوه كده. طيب ايه بقى الابلكيشن بتاعه؟ ان هنا ليه شارب اند، شارب اند. طب ليه الشارب اند دي؟ خلي بالك الجزء ده بتاع مين؟ بتاع الفيمورال كانالي، بيحصل فيها فيمورال هرنيا، تمام. فالشارب اند دوت ممكن يعمل ايه؟ يعمل استرانجوليشن هنا اهوت للهرنيا. عشان كده لو فاكرين كنا بنقول الموست كومن كومبليكيشن بتاع الفيمورال هنا، ان دي رغم ان هي رير عن الانجوين الهرنيا، لكن ممكن لايبل للكومبليكيشن اكتر، تمام. طيب يبقى ده السكند بارت اللي هو اسمه ايه؟ اللي اسمه لاكيونال ليجامنت، وقلت ده كريسنت ان شيب، عبارة عن ميديال اند، عند الميديال اند اهو اوف انجوينال ليجامنت، باس باكورد، اتاتشد لمين؟ للبكتينيال لاين بتاع البيوبيك بون، تمام؟ ليه شارب مارجن عند الفيمورال رينج، فعشان كده ممكن يعمل ايه؟ يعمل الفيمورال هيرنيا دي موست لايبل فور كومبليكيشن. طيب في خط تاني شايفاه الخط دوت اسمه ايه؟ بيكتينيال ليجامنت، عباره عن ليجامنت كده لازق على العظمه على طول، اكستند من اللاكنال ليجامنت على البيكتينيال ليجامنت، اسمه ايه؟ اسمه كوبر ليجامنت، اسمه كوبر ليجامنت، تمام. بس كفايه عليكم كده النهارده في الجزئيه النظري. يبقى احنا كده خدنا الكوستال ماسل، وخدنا الديافراج، وخدنا اللير بتاعت الابدومينال ماسل والاكسترنال اوبليك. نكمل ان شاء الله المحاضره دي في المحاضره الجايه، هناخد بقى الانترنال اوبليك والترانسفيرسس ابدومينس والريكتس شيس، علشان بس ايه، وهناخد الابلكيشن هو بتاع الانجوينال كانال، علشان ما يبقاش كلام كتير على الايه، على ما يدخلش في بعض. اخر ليجامنت اسمه بيكتينيال ليجامنت، بيكتينيال ليجامنت، بيكتينيال ليجامنت، تمام. فانا بقول لكم ايه، خلاص كفايه كده النهارده، تمام. هنذاكر ايه؟ احنا هنذاكر ايه الاسبوع ده؟ هسيب المحاضره دي مش هذاكرها،
خلاص هذاكر، لازم اكون مخلصه الكرينيال نيرف باي حال من الاحوال باذن الله، يعني باذن الله باذن الله في الويك اند ده. خلاص خلصي الكرينيال نيرف في الويك اند ده. طيب تعالوا ايه نشوف مع بعض، نحاول ايه نراجع على الكلام اللي احنا قلناه تاني قبل ما نشتغل. هفكرك بالايه، هفكرك بس بالبون. فاكره مين ده؟ الابلكيشن باين عندكم يا بنات. خلاص انا دلوقتي هشرح الابلكيشن تاني اللي بقى 5000، ان احنا ايه تمام، ان انا ما بشوفش انتوا بتقولوا ايه. انا دلوقتي شايفاكم، انا دلوقتي تشيكد ان احنا هنشتغل ابلكيشن. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنراجع على كل الكلام اللي احنا خدناه في المحاضره على الابلكيشن عشان نوضح الصوره شويه، ولو ناسيين البون نفتكر بسرعه 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 مع بعض البون والاتاتشمنت بتاعها. طيب هفكرك اول حاجه بالبون، دي اسمها ايه؟ دي الهيب بون. تمام، فاكره كان ليها ايه؟ الاليك بارت والبيوبيك بارت والاسكيال بارت. اللي انا هستخدمه النهارده الالياك والبيوبيك. خلاص طيب الالياك بارت لو فاكرين كان فيه هنا ده اسمه ايه؟ الالياك كريست، صح؟ كان ليه انر ريب واوتر ريب. هعرف الانر من الاوتر ازاي؟ هو البوزيشن كده، ده من جوه ناحيه البلفيك كافيتي وده اللي من بره ناحيه الساي، عرفته بالحته بتاعت الاسيتابيولم. تمام، يبقى عندك هنا انر بارت انر ريب، وهنا هو عندك اوتر ريب لب. تمام، وفي النص هنا في النص ديت اللي هي الانترميديت. تمام، فاكرينها دي الحته دي؟ طيب لو انا حاطه كده يبقى الجزء ده ايه؟ انتيريور، والجزء ده بوستيريور. عشان لما اقول لك من الانتيريور هاف اوف ذا اوتر ريب اوف مين؟ اوف اليا كريست، عشان تفتكري تفتكري الاتاتشمنت اللي انا لسه قايله لك، وانا عارفه كده ناسي اساسا الايه البون. تمام، طيب ايه الجزء ده لو فاكرين؟ ده الايه؟ البيوبيك بون، اللي الناحيه دي هيجي له البيوبيك بون بالناحيه بتاع الناحيه الثانيه، هيبقوا اتاتشد هما الاثنين مع بعض بحاجه اسمها سيمفيس بيوبس. تمام، طيب البيوبيك بون كان في حاجه هنا اسمها ايه؟ بيوبيك كريست. بيوبيك كريست خلاص، شايفه الموست بروميننت بارت ده؟ الموست بروميننت بارت ده اسمه ايه؟ بيوبيك تيوبركل. بيوبيك تيوبركل تمام، الخط ده اللاين ده اسمه بيكتينيال لاين، ده الابر ريموس بيوبيك ريموس وده اللور ريموس وده الاسكيال بون اللي انا هستخدمهم في الحته بتاعت الابدومينال ماسل. الحته دي ده الكريست اهو، تاني بيوبيك كريست اوتر. اوتر يعني ايه؟ من بره. انر يعني ايه؟ من جوه ناحيه البلفيك وول البلفيك كافيتي. خلاص ده قدام يبقى انتيريور، ده ورا يبقى بوستيريور. ماشي، طيب لو فاكره البيوبيك بون دي كان فيها ايه؟ انتيريور سوبيريور الياك الياك سباين وانتيريور انفيريور الياك سباين، وكان عندك بوستيريور سوبيريور وبوستيريور انفيريور. فاكراهم دول اللي كان عندك هنا اهوت الايه؟ الجريتر سياتيك نوتش والليسر سياتيك نوتش وده الاسكيل سباين. تمام، انا بفكرك ليه بالهبون؟ مش موضوعنا مش موضوعنا، بس انا عندي اتاتشمنت فيها كتير، فانا عايزاكي تفتكريها وتفتكري الاناتوميكال بوزيشن بتاعها عشان تفتكري الانتيريور بارت من البوستيريور بارت. تمام، طيب تعالي بقى زي الشطوره كده نشوف الايه الماسلز بتاعتنا بتاعت النهارده. بص يا عم الحاج اتعملت كده. طيب احنا هنبتدي دلوقتي نشرح. ادي خدت السكن سبوتينيوس فاشيا. طيب هتلاقي هنا عندك مين من قدام؟ دي مين؟ دي البكتورالس ميجور ماسل. الفاشيا معلش في الاول عشان انا حاطه لكم مثلا اوريكم ادي البكتورالس ميجور وادي البكتورالس البكتورال فاشيا. تمام، وادي البكتورالس ماينور. طيب يلا يا ست الكل بقى تعالي نتفرج بقى. هتلاقي هنا بتوين الريب ان بتوين الريب، احنا دلوقتي هنتكلم على الكوستال ماسل، هنتكلم على الكوستال ماسل.
شايفة ان بتوين الريب في انتر كوستال سبيس، انتر كوستال سبيس كل سبيس بيتسمى بالريب اللي فوقيه، يعني بتوين الفيرست ريب والسكند ريب هيبقى الفيرست انتر كوستال سبيس، بتوين السكند ريب والثيرد ريب هيبقى ايه؟ هيبقى السكند انتر كوستال سبيس. تمام اتفقنا؟ طيب يبقى ده اسمه ايه انتر كوستال سبيس؟ هيبقى فيلد كده بمسل، اول مسل معايا اللي اسمها ايه؟ اكسترنال انتر كوستال مسل اللي هي اللير، شايفاها دي الاكسترنال انتر كوستال مسل. تمام دي اول لير عندي هعمل لها ايزوليشن علشان اشوفها، شايفاها اهي. طيب شايفه الدايركشن بتاع الفايبر بتاعها داون وورد جايه منين؟ الاوريجن بتاعها من لور بوردر اوف ريب اباف، انسيرتد ان ذا ابر بوردر اوف ريب بيلو. تمام شايفه ده؟ ده الفيرست ريب، ده السكند ريب، ثيرد فورث، يبقى ده الفيرست انتر كوستال، السكند انتر كوستال، الثيرد انتر كوستال سبيس في ماسل، او اللير اللي هي من بره خالص الاكسنتر كوستال، من اللور بوردر اوف ذا فيرست ريب للابر بوردر اوف ريب اباف. تمام ماشي الكلام. طيب دي لما هتعمل كونتراكشن، تعمل كونتراكشن تروح عامله لي فاتحه لي السوركس كده، فاتحه لي السوركس كده. تمام يبقى بتساعد في الايه؟ في الانسبيريشن. خلاص هشيل الماسل دي هلاقي تحتيها ايه؟ ماسل تانية. ايه ده المفاجأة دي؟ شوفي اهي، بس ايه اتجاهها مختلف، شايفة اتجاه الفايبرز مختلف، هعمل لها برضو ايزوليشن. تمام طيب بصي بقى دي شايفة، دي شايفة اتجاه الفايبر جاي من تحت لفوق. تمام جاية منين؟ من الكوستال جروف، الكوستال جروف شايفاه دربها اهو من تحت هنا اهوت الانر سيرفيس، كان في جروف كده اهوت لما خدناه في كوستال جروف، ورايحه على الابر بوردر بتاع الريب اللي تحته. تمام فاكره الريب، بعدين بفكرك بالريب اهو الاستراكشر بتاعه. تمام كان ليه ابر بوردر ولور بوردر انتيريور وبوستيريور، كان في من جوه هنا في جروف كده كنت بسميه ايه؟ كوستال جروف، كنت بسميه كوستال جروف. وبالمره دربها اهو كان في الايه؟ الانجل. طيب شفت انا الماسل دي هشيلها واشوف اللير اللي تحتيها، ايه اللير اللي تحتيها؟ شايفاها دي؟ دي الانر موست لير شايفاها، وشايفه هنا الفايبرز، الفايبر بتاعتها برضو هعمل لها ايزوليشن بالظبط اللي قبليها، نفس بالظبط اللي قبليها، بس هنا يا بنات بيبقى ديفكتيف انتيريور وبوستيريور ريبليسد بممبرين. تمام طب هعمل لها باك. طيب لو خدت بالك بقى بتوين لما انا عملت دي يا بنات، لما انا شلت الانر موست بان لي مين؟ بان لي هنا اهوت الانتر كوستال سبيس. لو خدتي بالك ايه اللي ظهر فيه؟ ظهر فيه الثلاثه دول اللي هم الايه؟ الفين والارتري والنيرف. تمام خلي بالك ده اسمه ايه؟ بوستيريور كوستال فين، بوستيريور انتر كوستال ارتري. ليه؟ عشان عندي هنا انتيريور، عندي هنا انتيريور. تمام لكن الانتر كوستال نيرف هو واحد بس، هو واحد بس، فبقول انتر كوستال نيرف. تمام يبقى ده اسمه ايه؟ الانتر كوستال سبيس اللي بتوين السكند والثيرد لاير. تمام هتلاقي ماشي فيه الايه؟ الفين، الفين ارتري نيرف فروم الفين فوق، الارتري في النص والنيرف من تحت. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. هيتصدق شايفه بقى عندك هنا مين دي؟ دي السب كوستاليس، السب كوستاليس مصل عامله سكيبنج لوان اوف ذا ريب وبتاخد ايه؟ اللي بعده. تمام؟ اسمها ايه؟ في عندك سب كوستاليس، سب كوستاليس دي موجودة من جوه، فعشان كده أنا عايزة أشوفها. هقعد أشيل حاجات كتير، فأنا إيه هطلعها لكم على طول وخلاص.
ما علينا. طيب تعال نعمل هايد نطلعها احنا. هي بنات السبكو سيلز مش عارفة اجيبها بالبتاع. السبكو ستانلس موصل دي اهي تمام اهي خلاص. شايفه هنا اتاتش لمين؟ اللور بارت بتاع البادي والديفويد بروسيس، وعامله سلينجز كده اهوت عند اهوت عند الكوستال كارتلج، عند الكوستال كارتلج تمام. يبقى دي الجزء بتاع مين؟ بتاع الموصل بتاعت مين؟ بتاعت الكوستال موصلز. طيب تعالي نشوف بقى الايه الديافراجم بالمره. الديافراجم هتلاقيه هنا فين؟ المفروض مكانه هنا اللي هو هيبقى عامل ايه؟ عامل سيباريشن للابدومين من مين؟ من ال تعالوا احنا نعمل هايد ونطلعه لوحدينا. هايد انا دخلت على انتيرو ابدومينال وول ماسل تمام. بس ادي الديافراجم اهو شايفه ايه الفرح ده كله. هشيل لك الارتيريال والفينس والكلام ده عشان ايه؟ علشان تشوفي انا حاطه البادي فول بادي كده عشان ما ايه كنت عايزه اوريك النيرفز بتاعه الانتركوستال فما طلعتش الا بالطريقه دي. طب تمام شوفي مين ده؟ ده الديفريت. انا كده بشيل هنا اهوت الانتيرو ابدومينال والماسل اهي بشيلهم بدخل عشان انا عايزه اوريكي ايه الديفرينج. شايفه الخط الابيض ده؟ ده اللينيا قلبه اللي انا لسه جايبه سيرته دلوقتي. اديني شلته تمام. ادي الديفراجم هو يا بنات عشان تتخيلوا مكانه عامل. شايفين اهو عامل ازاي؟ عامل دوم شيب كده، عامل زي ما يكون تنت كده. شايفه التنت دي اهي تمام، فاصل الابدومينال من الثوراسيك وول. شايفه المنظر عشان تتخيلي بس عامل فين؟ الابيض اللي في النص ده ده السنترال تندون، ده السنترال تندون ورا هنا عندك البرتبرال كولم. هسحبه كده لوحده عشان اشوف الايه الاورجن والانسرشن بتاعه. شايفه الدايفراجم ماشي ازاي يا بنات؟ شايفه شكله عامل ازاي؟ اهو عامل كده تمام. عندك هنا رايت كروس وليفت كروس تمام، وده الدوم بتاعه. تعالي نشوف الاتاتشمنت عشان ابتهالي كده الصوره ايه جميله ان انت تعرفي تتخيلي الاتاتشمنت بتاعه كله كده. الفايبرز دي كلها سلينج وبتبقى اتاتش هنا في النص في الحته البيضه دي اللي اسمها السنترال تندون اوف دايفريم. يبقى ده الايه الانسرشن بتاعهم. طب تعالي نشوف لافف ازاي. اهو واخد من قدام عندك هنا من الزيفويد بروسيس تمام، واخد من اللور 6 ريبس شايفه اهم. ده ايه 12 و11 تمام اللي هم مش عاملين اتاتش من قدام خلاص. 9 و10 8 7 6 اللور 6 ريب خلاص، واخد فايبرس سلينجز منهم. يعني ايه سليبس كده اهوت مش لازق عليهم، مش لازق عليهم خلاص، بتبقى فايبرس كده طالع عليه تمام. طيب ادي هو ماشي اهو زي ما اتفقنا من قدام
ادي ورا خلاص، يجي هنا ورا بيبقى اتاتشد للكراس دي، للكراس دي اهي الحته الكراس دي، اوريها لك من قدام احلى. ادي دي البنت اهي، دي الرايت كراس ودي الليفت كراس، شايفه الباند دي اللي هي الرايت باند من الواحد اتنين تلاته، الليفت باند رايحه واقفه لحد اتنين، واحد اتنين تمام. طب شايفه الليجامنتس دول اللي من تحت دول، دول اسمهم ايه؟ اركويت ليجامنت، اركويت ليجامنت تمام. ده لاترال اركويت ليجامنت، واحد الناحيه دي وواحد الناحيه دي، ده ميديال، ميديال اركويت ليجامنت تمام. اللي في النص بالظبط ده اسمه ميديان اركويت ليجامنت تمام. دي الفتحات اللي موجوده فيه خلاص، واحده على الرايت سايد بتاعت الانفيريور الكيفال اوبننج تمام، والاورطة هتلاقيه في النص، وديت على الليفت سايد اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الاسوفيجس تمام. تعرفيهم كده اهوت 8 10 12، هيعدي فيهم ايه؟ ادي دي الكيفال اوبننج اهي، شايفاها بيعدي فيها الايه؟ الانفيريور فينا كيفا، يعدي فيها الانفيريور فينا كيفا، ومع مين؟ مع الرايت فرينك نيرف، مع الرايت فرينك نيرف اهو نازل معايا تمام ماشي. وشويه لمفاتك، شويه لمفاتك، الليمفاتيك دي هتبقى رايحه فين؟ رايحه على الرايت سايد، اللي هو فين الرايت سايد؟ رايحه فين الرايت سايد؟ رايحه على مين؟ على الليفر خلاص. هشيل انا الهيصه دي علشان ايه؟ بتعمل لي ماسكينج للفيجن تمام. يبقى دي الكيفال اوبننج، ده الانفيرو فينا كيفا، ده اللي هو ايه؟ واخد لي كل الفينوس درينج، ورايح على مين؟ ورايح على على الهارت، رايح على الهارت هنا اهو تمام. الانفيرو فينا كيفا اللي هو رايح على الهارت، اللي هو اسمه ايه بالعربي؟ الوريد الاجوف السفلي اهو، ماشي من تحت كده الانفيرو فينا كيفا، وداخل في الابدومين يعمل هنا درينج للفينوس درينج بتاع الابدومين، ويدخل يروح مفضي كل الهيصه دي فين؟ في ال تمام. طيب عندك هنا ايه؟ الاورتيك، الاورطه اهو في النص، شوفي الاورتنج اوبننج دي اهو داخل هنا الاورطه تمام، في الميد لاين بالظبط، لكن دوت على الرايت سايد الانفيرو فينا كيفا 1 انش فروم ذا ميد لاين، الاورطه في النص بالظبط عند 12 تمام. هيعدي فيه هنا الاورطه ومعاه حاجه اسمها سوراس الدكت وازايجوس فين اهو، الازايجوس فين هيبقى معدي معاه كده ماشي. طيب بعد كده في عندك اسوفيجيال اوبننج، الاسوفيجيال اوبننج احط لك الدايجستيف سيستم عشان تشوفيه، شوفي بقى ادي الفتحه بتاعت الاسوفيجيال اوبننج اهي، اهي هنا اهو، ده الاسوفيجاس المريء ودي الاستومك، فالاسوفيجاس لازم جزء منه يبقى ثوراسيك، شفتي اهي الحته دي هيطلع فيها مين عندك دلوقتي؟ ده الاسوفيجاس اهو، اهو الاسوفيجاس اهو تمام. فدي الفتحات الموجودة عندك فين؟ الموجودة عندك في الدافراي، اتفقنا؟ تمام. تعالي بقى نشوف المسلز بتاعت الانتيرو ابدومينال وول، اللير بتاعت الانتيرو ابدومينال وول. هنشوف من الاول خالص، هتلاقي عندك هنا سكين، هنشيله هنلاقي تحتيه فاشيا، سوبرفيشال فاشيا تمام. هتلاقي السوبرفيشال فاشيا دي متقسمه
اللي قلنا الفاتي لاير اللي احنا لسه شايفينها هي الكامبرز، تمام؟ لو خدت بالك حاجة هنا اهو شفافة كده، دي الممبرينس لاير، شوفي حاجة ممبرينس كده، تمام؟ دي الممبرينس لاير، ودي يعني زي ما تكون تعويض كده لمين؟ تعويض لوجود الايه الفاشيه، لان احنا عايزين الابدومن يحصل لها تتمدد. ادينا شلناها، بتلاقي اللير بتاعه المصل خلاص. طيب لو خدت اللير بتاعه المصل هتلاقي فيه المصل مترتبين في 3 لاير كده لاترالي، تمام؟ وفي مصل هتلاقيها في النص، الخط الابيض الدبرس ده اللي هو اسمه ايه، لينيا البا، تمام؟ وهتلاقي المصل علشان هي ملهاش بوني اتاتشمنت قدام في ابينروزس اللي هو الابيض ده الشيز ده، ادي اللينيا البا اهي، شوف اللينيا البا دي، الخط الابيض ده، ده اتاتشد لمين؟ للزيفويد بروسس، وفي النص هنا ده السيمفيس بيوبس. الحاجات دي انا هتساعدني ان انا افهم يا بنات، تمام؟ ادي الاكسترنال اوبليك اهي، هشيلها، هتلاقي تحتيها مين؟ ماسل، بس في اتجاه تاني اسمها ايه؟ انترنال اوبليك، انترنال اوبليك، ماشي؟ هشيلها، هلاقي ماسل تانية ترانسفيرسس ابدومينس، شوفي بقى هنا بدأت تبان لي الماسل اللي في النص اللي اسمها ايه؟ ريكتس ابدومينس، تمام؟ هشيل الترانسفيرسس ابدومينس، دول هنشرحهم بالتفصيل. هلاقي المفروض عندك من جوه كده في فاشيه اسمها فاشيه ترانسفيرساليس، اسمها فاشيه ترانسفيرساليس، تمام؟ اهي فاشيه ترانسفيرساليس من جوه، من جوه عند المصل، تمام؟ لو انا شلتها هتلاقي بقى ايه اللي مش باين عندنا، هتلاقي كل الابدومينال اورجان هتلاقيها كفرد بايه، بحاجه اسمها بيروتونيوم اللي هو الغشاء البيروتوني، ماشي الكلام؟ طيب الغشاء البيروتوني ده ليه لاير جوه على طول على الاورجان اسمها فيسرال لاير، ولاير من بره اسمها باريتال لاير. دي المصل اللي في النص دي اللي هي مين؟ بتاعه الريكتس ابدومينس ماسل، ريكتس قلنا عشان ستريت فورورد، تمام؟ دي الريكتس ابدومينس ماسل اللي هي في الميد لاين، خلاص. من تحت كده في لاير اسمها ايه، بايراميداليس ماسل، ده ريكتس شيس هنناقشه بعدين. ادي البيراميداليس ماسل شايفاها الصغنطوطه دي هنا، يبقى دول موجودين ايه في الميد لاين، تبقى ماسل صغيره كده بيراميدال ان شيب، تمام؟ دي هنشرحها برضو المره الجايه. يبقى ده اللاير بتاعت الانتيريور ابدومينال وول، دي اللاير بتاعت الانتيريور ابدومينال وول، ماشي؟ اللي احنا خدناها مين النهارده بس الاكسترنال اوبليك، شوف الاتاتشمنت بتاعها عشان ايه نعرف نتخيله. دي الاكسترنال اوبليك شايفاها اهي، انا عارفه عندكم محاضره. طيب هي واخده اهي فايبروس سلينج اهي من اللور ايه تريبس، تمام؟ طيب الانسيشن بتاعها رايح فين؟ اهو رايح هنا على الزيفويد بروسيس، وينزل تحت على مين؟ على الخط الابيض اللي في النص اللي هو اسمه ايه، لينيا البا. يجي هنا شايف الحته دي اللي انا لسه قايلها لك، فيه هنا بيوبيك كريست، تمام؟ وبيوبيك تيوبركل، تمام؟ بيوبيك كريست وبيوبيك تيوبركل، تطلع لفوق واخده هنا مين ده؟ الانتيرور هاف اوف ذا اوتر، الانتيرور هاف اوف اوتر ليب اوف اليا كريست، عشان كده انا وريتك الاليا بون في المقدمه عشان تعرفي الاتاتشمنت ده، تمام؟ طيب المصل دي لما يحصل لها كونتراكشن تعمل كده، يبقى انكريز الانتيرو ابدومينال وول. لو التو ماسلز هيعملوا بيندنج لمين؟ للترانك، للترانك على الابدومين، تمام؟
توما التو ماسلز زي ما يشتغلوا مع بعض هيعملوا بيندنج ترانك تو ذا ابدومين. تمام. النيرف سبلاي بتاعها من التي 7 للتي 12. الجزء بقى اللي من تحت ده اللي هو مين ده؟ الانجوينال ليجامنت. الانجوينال ليجامنت، الانجوينال ليجامنت واخد اتاتشمنت منين؟ من الانتيريور سوبيريور ايليك سباين لحد الايه؟ البيوبيك تيوبركل، لحد الايه؟ البيوبيك تيوبركل. تمام؟ معمول من ايه؟ ان اللور فايبر دي بتبقى فولدد كده، تبقى فولدد ابون اتسيلف. تمام؟ تعمل لنا سكند بارت كده اللي هو البيوبيك ال تنسر فاشيالات، مش عايزاها اساسا. دي سوبرفيشال انجوينال رينج اهي اللي هتبقى فيها ديفكت وهنشرحها مع الهرنيا. تمام. قلنا اللور بوردر بتاعها هيبقى عامل لي هنا الانجوينال ليجامنت اللي هو اليمين بارت اللي هو البيوبيك اللي هو اسمه المين بارت اللي هو بوبرتس ليجامنت. تمام. بعد كده في فايبرز بتبقى هنا اسمها اللاكيونر ليجامنت وفي البكتينيال ليجامنت. في ده اللاكيونال ريجمنت اللور بارت، ده اللاكيونال بس لوحده كده. تمام. عامل كده باكورد اتاتشمنت هنا عند الحته دي، ده اللاكيونال ليجمنت، لاكيونال ليجمنت. تمام. بيبقى كريسنت ان شيب واكستنشن من الفايبر المفروض هنا اهوت الايه؟ الانجوينال ليجمنت. تمام. بيبقى عامل باكورد حته زنطوطه كده اهوت اسمها الكريسنت او اللاكيونال ليجمنت. تمام. عامل اتاتش من هنا على البكتينيا لاين. فاكرين دي يا اولاد؟ تاني يا بنات، يا بنات ده اللي هو البيوبك بون، ده البيوبك كريس، ده البيوبك تيوبركل. تمام. ده البكتينيا لاين. تمام. الجزء الثالث عندك اللي هو اسمه البكتينيا ليجامنت. ادي البكتيريا اللي بيبقى خط كده، تبقى خط كده. تمام. ده اسمه بكتينيال ليجمنت. يبقى انت عندك الانجوينال ليجمنت ليه 3 بارت. ده البكتينيال ليجمنت. تمام. في هنا اللاكيونر ليجمنت، وهنا ماشي هتلاقي الايه البروبر بقى ليجامنت بتاع الانجوينال ليجامنت. تمام. شوفي ده، ده كده انا عملت لك الايه الاتاتشمنت اهو، ده اللاكنر والبكتينيال، وهنا اهوت الايه البروبر الليجامنت بروبر. ده كله عامل الباوندرز بتاعت الانجوينال كانال بتاعتك. بس دي الجزئيه اللي انا كنت عايزه اوريها لكم علشان ايه؟ تتخيلوا بس الاتاتشمنت، تتخيلوا الاتاتشمنت. تمام. بس ما شاء الله بقيتوا 37. ما شاء الله ما شاء الله. طب انتوا عشان عندكم محاضره. اوكي يلا، ده دي الجزئية بتاعتنا، وأتمنى أن تكونوا فاهمين. يلا بتو...